من القدس معي عصام عكرماوي مفد بي بي سي إلى هناك. عصام أهلا بك. هل جاء هذا التراجع من قبل نتنياهو مفاجئا؟ هل برره؟ جاء قرار نتنياهو بإلغاء الاتفاق بعد اجتماع عقده صباح اليوم في تل أبيب مع سكان منطقة جنوب تل أبيب حيث يتركز اللاجئون الأفارقة. هذه المنطقة هي من المناطق الفقيرة في تل أبيب بالذات، وهناك استياء كبير بين في أوساط سكان هذه المنطقة من وجود أعداد كبيرة من الأفارقة فيها. كان نتنياهو قد تعهد لهؤلاء بأنه سيستشيرهم قبل الشروع قدما في عملية إعادة توطين أو إبعاد الأفارقة، لكنه لم يفعل. نتنياهو فاجأ الجميع بما فيهم أعضاء حكومته بالأمس عندما دعا إلى مؤتمر صحفي كشف فيه عن الاتفاق الذي توصل إليه مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. تفاصيله كما ذكرت محمد، واحد مقابل واحد، أي إبعاد أو نقل أكثر من 16,000 إفريقي إلى دول غربية مقابل بقاء نفس العدد في إسرائيل. لكن هذا الأمر جرى انتقادات واسعة، وتعرض نتنياهو إلى هجوم من شركائه في الائتلاف الحكومي بالإضافة إلى الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما حدا به إلى تعليق العمل بالاتفاق كي تتم دراسته. اليوم عقد اجتماعه مع أهالي منطقة جنوب تل أبيب وقرر إلغاء هذا الاتفاق كليا. هل نتوقع أن يكون هذا الإلغاء إلغاء نهائي؟ لأن الأمم المتحدة ما زالت تصر على توجيه الدعوات له كي يعيد النظر مرة أخرى، والبدائل هي ترحيل فوري أم ماذا؟ نعم، يعني من المستبعد أن يلجأ نتنياهو إلى إعادة العمل بهذا الاتفاق نظرا للمعارضة الكبيرة التي وجدها في إسرائيل من المعارضة ومن أهالي المنطقة. هناك كما قلنا استياء من وجود هذا العدد الكبير من الأفارقة في إسرائيل. هم هنا يخشون من تغير العامل الديموغرافي، أي تهديد الأغلبية اليهودية كما يسمونها في هذه البلاد من خلال وجود أشخاص غير يهود في يعيشون في هذه البلد. هل هناك ضغوط مثلا من جهات حقوقية تتابع حقوق هؤلاء المهاجرين داخل إسرائيل؟ أم نستطيع أن نقول هناك تناغم تام فيما يتعلق برفض هذا القرار، وبالتالي هذا ما دفع نتنياهو لاتخاذ هذا التراجع؟ يعني باستثناء بعض الأحزاب اليسارية والجماعات حقوق الإنسان محمد، ممكن القول أن الأغلبية في إسرائيل تميل إلى إبعاد أو طرد هؤلاء الأفارقة. هناك انتقادات من قبل اليهود أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة الذين حثوا نتنياهو على أن لا يعني يشوه صورة إسرائيل بطرد هؤلاء الأفارقة من هنا بالقوة. قالوا إنهم لا يريدون لإسرائيل أن تظهر وكأنها دولة عنصرية تتخلص من الأفارقة، وحثوها على التعاون مع المجتمع الدولي من خلال يعني الالتزام بطريقة أو بأخرى بطريقة حضارية كما سموها، باستيعاب جزء من هؤلاء اللاجئين، لأن هناك مسؤولية تقع على الدول التي فيها هؤلاء اللاجئون. لا يجب التذكير محمد أنه لا يوجد في إسرائيل قانون واضح حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء أو المهاجرين. هنا ينظرون إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم متسللين غير شرعيين دخلوا إلى إسرائيل بصورة غير قانونية، ولذلك يجب طردهم فورا كي لا تصبح هناك أسبقية تشجع غيرهم من المهاجرين على القدوم إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية. عصام عكرماوي مفد بي بي سي إلى القدس، شكرا جزيلا.